مشاهدي قناة كمال الأجسام بدون منشطات، أهلا وسهلا بيكم. معاكم كابتن أحمد مجاب مدرب الفتنس كمال الأجسام. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا في تحضير البطولات، وهو موضوع المية. ناس كتير قوي بتقطع المية من بدري قوي قبل الماتش، مثلا بسبعة أو عشر أيام، أو بتبتدي تقللها، ودي حاجة بتبقى غلط جدا. تعالوا نعمل مثال بسيط كده، هو هيكون شوية مقرف بس يعني نستحمل بعضنا، هيفهمنا إيه هي المية. مبدئيا المية في جسم الإنسان 60% منها انتراسيلور داخل العضلة، داخل الخلايا العضلية، و 40% منها أوت، ودي اللي إحنا المفروض بنلعب عليها. يعني أنا عشان أعمل ووتر ديبليشن تقليل المية بقلل 40% بس، ماليش دعوة بال 60 خالص. تعالوا نشوف مع بعض شاي الفتله اللي انا بشربه ده. تمام، نفترض ان المياه اللي موجوده جواه شويه ميه صغيرين اهم. تمام، وانا ببتدي احط العضله بتاعتي ان هي تستفيد بالمياه طول ما انا بشرب، طبعا طول ما انا باخد مياه. تمام، لغايه كده انف هتلاقي العضله بتاعتي بص امتلت بالمياه وكبيره. تمام، المياه الزياده اللي زي دي هي دي اللي انا بس بتخلص منها. لكن اذا انا ابتديت اقلل ميه، بص معايا، بص الميه الزياده دلدقه، بص صفيت الميه خالص، بص حجم العضله بقى عامل ازاي، صغر طبعا جدا جدا جدا. تلاقي اللاعب بيعرض على الماتش على المسرح، تلاقي العضله بتاعته صغيره بسبب موضوع الميه. يا جماعه المفروض بنكون دقيقين جدا في موضوع استخدام الميه، يعني مش تقليل اللي هو تقليل ان انا اقلل الميه اللي جوه العضله فالعضله ما تبانش بامب، دي تبان فلات. تمام، الموضوع ده مهم جدا يا جماعة، أتمنى يعني ما يكونش حد قرف من الحركة. وأشوفكم إن شاء الله في حلقات تانية أجمل وأحلى على قناتكم كمال أجسام بدون منشطات.